مرة أخرى نشكركم على حضوركم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا أتينا انطلاقة البارح ديال المعرض الدولي للنشرين والكتاب. هذا المعرض اللي عنده أهمية خاصة وعلاقة خاصة ما بين الكتاب والكتاب والمغاربة، الشباب وغير الشباب. هذه فرصة باش المغاربة يتلاقاو مع الكتاب ديالهم ومع الكتاب ديالهم. كيف ما كتعرفوا الوزارة كتشاهد كل سنة باش تقوي مجال ديال القراءة ومجال ديال الكتاب، مجموعة ديال المبادرات. كنتكلموا كذلك على البيبليوبيوس اللي الهدف منهم هو يكون حاضر الكتاب والقراءه حتى في العالم القروي، لان كاين هناك غياب ديال المكتبات في العالم القروي. التحدي الثاني واللي مهم جدا فاش كنتكلموا على القراءه والكتاب، كنتكلموا على الثمن ديال الكتاب. الهدف ديالنا بالطبع هو نقترحوا يعني مبادرات في هذا المجال باش يولي الثمن يعني دما قرات الثمن مهم جدا باش الشاب المغربي او غير شاب يقدر يكون عنده يشري كتابين ثلاثه في الشهر، وباش انا ذاك نقويو المجال ديال القراءه، لان عندنا اليقين في وزاره الثقافه ان الحمد لله المغاربه كيهتموا بالقراءه وبالكتب، ويمكن نديروا جوله في الرباط وتشوفوا المكتبات وتشوفوا يعني حتى في الشوارع دابا ولينا كنقراو الكتب. كذلك الكتاب ما مرتبط فقط بالاوراق، ولكن حتى بالمجال ديال الرقمنه. اليوم كاين القراءه عبر الرقمنه، فهذا كيبين مره اخرى انخراط المغاربه في القراءه، واعتقد بان يعني القراءه عندها اهميه يعني كبرى الا بغينا يعني نزيدوا نطوروا بلادنا. طبعا المجال ديال الثقافي هو اهم حاجه في المجال ديال التطور، ومره اخرى كيف ما قلت لكم قبيله طلقنا مجموعه مبادرات هذه السنه، وسوف ان شاء الله يكون مبادرات اخرى باش نقوي القراءه والكتاب. شكرا لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.